First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. وهنا دخول اللاعب جورج كوستا محترف الإكوادوري وخروج المهاجم مروان عبيدات. عارف إلى عبد الله ذيب. عبد الله ملعوبة من خالد أبو عقولة عرضية ولا رأسية ودربك في منطقة الجزاء. جول لنادي السلط أحمد دسريوة يفتتح التسجيل لنادي السلط تسديدة في القدم اليمنى من اللاعب أحمد أسريوة في الدقيقة 53. الرأسية كانت من المحترف الذي دخل قبل قليل جورج كوستا بالرأسية أهداها للاعب أحمد أسريوة. وهنا فرحة جماهير نادي السلط بالهدف الأول، الهدف الذي طال انتظاره. هنا أسريوة وتسديدة في القدم اليمنى، رأسية المهاجم جورج كوستا. شهد كيف حضر الكرة جورج كوستا إلى أسريوة وتسديدة، ويبدو أنها اصطدمت في مدافع نادي الجزيرة اللاعب معتصم الجعبري. وأحرز كوستا منذ دخوله كان هناك. هنا نشاهد تسديدة قوية كانت من عبد الله ذيب. تسديدة عبد الله ذيب، تصدي الرائع من قيس. هنا فرصة خطيرة عند نادي الجزيرة، فرصة خطيرة يراوغ في الكرة الأخيرة إلى عبد الله. عبد الله يغير اتجاه اللاعب في الجهة اليسرى، جميلة في الجهة اليسرى إلى كوستا. كوستا الخطير يلعب عرضية وهنا خطيرة، ولكن الحارس أبو عقول في الجهة اليسرى. الكرة جميلة باتجاه عبد الله، رأسية هنا من كوستا. يا سلام يا السلط، وينهي الأمور وينهي الأمور، والثلاث نقاط الآن تذهب مباشرة لنادي السلط. رأسية ولا أروع، مهاجم خطير الإكوادوري جورج كوستا على استقطاب الجديد لنادي السلط. شاهد الإعادة العرضية الجميلة من عبد الله ذيب، وجورج كوستا في المرصاد لا يضيع مثل هذه الكرات. شوف الإعادة، يا سلام يا سلام يا سلام. جورج كوستا وكريستوس يحتفلون مع بعضهم البعض. الاستقطابات الجديدة الإكوادوري واليوناني والليبي والعديد من اللاعبين في نادي السلط. انتظروا نادي السلط في الموسم القادم، سيكون له شأن كبير الرهيب في الموسم القادم. جورج كوستا يعني هو الذي مرر الكرة للاعب أحمد سريوة الذي جاء عن طريق الهدف الأول لنادي السلط. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been.